يلا جهزي شنطتك، خلينا نمشي من هنا. هنمشي نروح فين بس؟ على الفيلا، بيتنا الكبير. انت بتتكلم جد يا سي مختار؟ امال بهزر. طب ما اهلك كده هيعرف. ما يعرف، هو احنا متصاحبين؟ ده انت مراتي على سنة الله ورسوله. وايه اللي اتغير؟ ما انا مراتك من اول يوم جواز. في الاول كان ابويا الله يرحمه موجود، ويمكن لو كان عارف كان حرمني من ميراث، انما دلوقتي المال مالي والمال بيقوي. ايوه يا سي مختار، بس ايه؟ انا خايفه. ما تخافيش، ده انت مرات مختار بيه ليل، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ايوه بس انا كده مش هبقى مرتاح. اما امرك عجيب يا سماح. يا حبيبتي، مش دي كانت رغبتك من الاول، ان كل الناس يعرفوا بجوازنا حتى اهلي؟ فعلا، بس انها تتحقق دي حاجة صعبة قوي. مفيش حاجة صعبة، كل أحلامنا هنحققها من النهاردة. يلا يا بنت، يلا قومي، يلا جهزي شنطتك. يلا، ولا أقولك سيبي الهلاهيل دي، هشتريلك هدوم جديدة على فرانك. يلا بقى الضحكة الحلوة، يلا بينا. تعالى سموح، خش خش متخافيش. يا ساتر، صباح الخير عليكم. تعالي تعالي، متخافيش، اسمحوا لي اقدم لكم سماح. مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت يا مختار؟ اتجوزت. في حد عنده منع؟ طب مش كنت تعزمنا على الفرح على الاقل؟ يا سعد، ده كان من يجي 8 شهور. 8 شهور واحنا ما نعرفش؟ ما قلتلناش ليه يا مختار؟ ما جاتش مناسبه. وانا شفتك قبل كده. انا؟ ايوه افتكرت، دي كانت زياره المسجون عندي في السجن، صح؟ مش عارف. مش عارفه يعني؟ ايوه ابوها مسجون عندكم في قضيه مخدرات. يا صلاه النبي احسن، يا صلاه النبي، وازاي تدخل الاشكال دي هنا؟ ازاي تجيبها تعيش معانا؟ يا ماما، دي مراتي على سنه الله ورسوله، وليها الحق تعيش معانا هنا زيها زيكم في نصيبي وحق الشرعي. انت اكيد اتجننت. بالعكس يا حاجه، ده انا عقلت واخيرا هشم نفسي. وساعه ما تيجي تشم نفسك ما تشموش اللي علينا يا سي مختار. العفو يا ست الكل، العفو. انا كل غرضي اننا نعيش وسطيكوا عشان نتدفى بيكوا. ايدك يا حبيبتي. اوعى، انت مالكش مكان في وسطينا. يا حبيبتي انا مش هطمن عليها الا هنا. طب ما تخليها مطرح ما كنت سايبها الثمان شهور اللي فاتوا. مش هبقى فاضي الفتره الجايه، هتشغل كتير وهغيب عن البيت اكتر. وانت مش مامن تسيبها لوحدها ولا ايه؟ اخرس قطع لسانك، مراتي سماح اشرف من شرف. ما هو باين من نسبها اللي يشرف. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير وخلاص، رصيدك خلص من عندي. خلاص يا سي مختار، سيبهم براحتهم، تعالى نروح بيتنا. نروح فين؟ ده بيتنا. بيت العيله مش مكان للمجرمين وتجار المخدرات يا مختار. ما بلاش انت بقى، واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. تقصد ايه؟ يعني لا تعايرني ولا عايرك. ما انت السبب في الهباب اللي احنا فيه ده. لا حلو، انت جيت بمزاجك، محدش ضربك على ايدك. يا جماعه ما يصحش كده، عيب، ده انتوا اخوات. الاخوه ليها حدود يا سعد، ما توصلوش اني اكلم مراتي بالطريقه دي. وعموما انا مش باخد رايكم، انا ببلغكم. يلا سماح، يلا عشان اوريك اوضتك. اسم مختار. بس مش عايز ولا كلمه، انت هتفضلي هنا، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط ويبقى يوريني بقى هيعمل ايه. يلا حبيبتي، يلا. يا رب يا رب يا رب، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. يا رب انا مش مصدق، انت اكيد اتجنن. يعني هنسيبه يبيتها هنا؟ ونسيبه ليه؟ انا هطلع اطردها غصب عنه. بس يا اشرف، مش كده، بالهداوة. بالهداوة يا سعد، انت مش شايف بيبلطج علينا ازاي؟ هنعمل له ايه يعني؟ دي مهما كان مراته، هنسيبه يرميها في الشارع يعني؟ ما هو جايبها لنا من الشارع. بس بقى سيبوه. نسيبه ازاي يا امي، ده اتجنن. يا ابني احنا في ايدينا ايه نعمله؟ اللي رايد ربنا هو اللي هيكون. قصدك ايه يا ماما؟ قصدي انك انتوا مشيتوا في سكة الحرام، وسكة الحرام ليها ديول بتلف على الرقاب وتخنقها، ويا خوفي يا خوفي من اللي جاي. استرها يا رب، استرها يا رب. يعني حضرتك موافق على عمايله دي؟ اعمل ايه يا بنتي؟ وانا في ايدي ايه اعمله؟ ده استقوى علينا وهينفذ اللي في دماغه. يستقوى على روحه يا امي، انا هطلع اكسر له دماغه. تعالى هنا.